حكومة الصومالية نيا شكتين الجبي هم بعاني يقبلينن معاومة لأن لو بقولوا كن أو دولار أو شكت حكومة الصومالية إن يقود ضغط جمهورية الصوماليان وسيرك وزارة ورفا فينت الصوماليان عثمان عبد الله السحردي العداني وشير شرائط قبتي حرون تقصر جم دحتوية الصوماليان أي شيء إن معاومة داسي سفها للصومري أني أقبلين وسيرك أي سبب يسفها أي دولة الصوماليان وديد معاومة داسي وحنا وجري شركي golaha wasiirada oo tirsigiisu ahaa 220 uno gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa ka soo baxay golaha wasiirada dhowr qodob waxa la gudoomiyay oo ka soo baxay golaha wasiirada in aan la aqbalin لعق دان لواكون أو لواكون لعق لقبلين لعق تل لبض بقول يكون دولار آه الدولة دا إنه شارك النهاية الصومالية تري وحن وجود ده غني معمول دا صومالية وأنا جمهورية الصومال الآن كم يضحين وحن وشينا إن جمهورية الصومال الآن waxaan sheegnay jamhuuriyadda Soomaaliland ay tahay dal jira oo madax banaan waxaanu kale u sheegaynaa dawladda Soomaaliya in umada jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka jirto qorsho ku saleysan ka soo kabashada abaaraha laguna ururinayo lacag dhan 10 milyan oo dollar lacagtaas 3 مليون لبا بقول يكوب يسيديتن سقال بقول يافرتن دالر حدا عيت هاي وح صوحر وضي يو وح لغو باقي إن لا صوحر ايو أنا نفل أن سدخ ساو صوحراتو 4 مليون تلك أنو صاحب كان هاي إمارات كعربتو أي كوب باقيين لبا مليون أو دي بي يا لبا مليون أو دولدة إمارات كعربتها شيخ محمد أو شمغلو كنا يو ميلينيا بعد ذلك عربتا وحانو فيلينا سيدا مركانو يقني سيدا يهوشن وصعوتو يلي حادك يا سيدا هو يتشيبين باقا مدحوينها جمهورية دي سومال لان ومدى جمهورية دي سومال لان إنا يلعقتنو نغورنسو متكبضا آدنا وقبل عران سيدا مركي هوري لو قودو وحانو كلاو ومدى جمهورية دي سومال لان وقباقنا meel kasta ay joogaan gudo iyo dibad caasimada gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinkaba in ay ka dhiidhiyaan qorsiga maalin walba dawladda jaarka ay u nahay Soomaaliya ay umadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxbanaanideeda ay qorsanayaan جست كذا وزير كوزارة ورفا فين تسمال لأن عثمان عبد الله السحردي العداني أي وحى وكه الله وري عبد مالك موسى عضون ومحكمة الجبل كمراد الشيحة كحو كنت إلا بس إنه حرقة وما أنت تدب حر يدي سوها لي من ذلك الشركة شركة صباحي وحور رأي وكصباحي إن ما أنت ماذا حويناها جمهورية الصومال الآن مدانة أحمد محمد محمود سيلايو وعفيس أفديين ورية عبد المالك موسى علدون وها ورية محكمة قبلك مرود شاح أي كحو كنت هاي لبس النظر تم بقران وقلي أوجيد سقو مدحوينه تيح قليني سحافة جمهورية الصومال قويسكي موادن كاس عبد المالك موسى علدون مدح نغميات فربضان iyo codsiye badan oo ka yimid international community gaba ama dalalka jaarkaaba madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu gartay muwaadin wariye Cabdi Malik Muuse Cooldoon inuu noqdo muwaadin xor ah maanta sidaas ayaa lagu sii daayay wafaad Ahmed Kariya walaal iska telefishanka caalamiga bulsho magaalada Hargeysa